شفتوا؟ انقلع 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 انقلع. شو بك انت؟ شبك؟ حيوان. ليش هيك؟ انا بس ليش ضربتيه؟ شوفي هذا واحد استنى خلص قولي تعي لهون ليش عم تعملي هيك؟ شوفي يا زلمة فرحانة شوي شو بيصير يعني شبك انت؟ فكر حالك ليش هيك عملتي هلا؟ ليش عم تضربيه؟ شو سوالك؟ شكلها معصبة وطلعت بوشة. لا تسمعني صوتك ولا؟ إذا سكتت لك بتصير تخبس؟ بالله هلا أنت ساكتة؟ أنت ليش ما بتعرف تتعامل مع اللي أكبر منك ولا؟ إمتى ناوي تكبر عقلاتك ولا بدك تضل ولد طول عمرك؟ ولا حابب نروح على السجن؟ طولي بالك خالتي، احكي لنا شو صاير؟ أنت سكتي، كله من تحت راسي. وجنفي شو عاملة كمان؟ رح أقول لك، بنتك خربت لي حياتي، ليش لا تلغي زواجها من أنيل؟ خالتي ليش لسه عم تفتحي هالموضوع؟ هلا شو مناسبته؟ لأنه لازم افتحه. طبعا ما رح كون مروقة ابدا اذا اني الحقد على ابني وقرر يأذيه. وقتها شو رح نعمل؟ مين بياخد لي حقي اذا صار شي لابني؟ ايده طايلة وما بينعلق معه. نحن ما بيطلع بايدنا نواجهه. لهيك كبري عقلك. ما في داعي نتخانق مع حدا. مو ناقص غير يقولوا انك ضربته لأنيل. ايه بس هو يعني اللي لا تناقشني ها، خلص ولا حرف. ذوق على حالك وسكوت. بس خالتي انتي بتعرفي انه بكفي، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. ليش ما حدا عم يفهمني؟ ابني الوحيد وما عندي غيره. امي بلكي ازاء او جاب له الشرطة مثلا، ما عنا حدا يسندنا او نشد ظهرنا فيه. خالتي كأنك زودتيها شوي، يعني شو دخل الشرطة بالموضوع؟ لا تستهيني بأنيل وتفكري ضعيف، ماشي؟ الرجال واصلوا له علاقات، لازم نضل دايرين بالنا ونحسب حساب كل شي. وتذكر إذا بدك تفوت بخناقة مع حدا أنا مالي علاقة، فهمان؟ ورح تتحمل المسؤولية لحالك. استني تعي. شو هالحكي هاد؟ بابا طار عقله لما خبرته، بس هلأ شو صار؟ هو ضل ساكت وما دافع عني. لا مو هيك، أمك خايفة عليك. بالله؟ يعني هيك بتعمل؟ اسمع، ما أنا قاصدة بنوب، ما تزودها كتير. عم تحكي هيك لأنك ما انضربتي. خلص بينتيا، هلأ أمك معصبة شوي، أول ما تهدى رح أفهم منها الموضوع بالضبط. إيه؟ يلي بيشوفها عم تضربني هيك شو بده يقول؟ شو صاير له؟ لك في حدا بيعمل عملتها؟ روق، نحن رح نضل هيك. السعادة ما بتلبق لنا ابدا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.